جلسه. والان ننتقل للسؤال الاول موجه للسيد وزير الاتصال، وموضوعه اصلاح المشهد الاعلامي في المغرب. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق تحالف الاشتراك لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. بارك خدم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، السيد الوزراء، سؤالي سيكون عبارة عن ملاحظات أو معاينات نريد رأي الحكومة حولها. الملاحظة الأولى أنه رغم التقدم الذي يشهده المغرب في مجال التشريع والممارسة في مجال الحرية العامة وحقوق الإنسان وقانون الصحافة، فإن تقارير المنظمات والهيئات المحلية والدولية ما زالت تصنف المغرب في مراتب متدنية. هل لكم أن توضحوا لنا سبب ذلك دون وضع الشك حول هذه التقارير؟ المسألة الثانية، إذا كان الهدف الأساسي لإصلاح المشهد الإعلامي هو بناء مغرب قوي ومتماسك منفتح عالميا وثقافيا على التحولات الإقليمية والدولية مع تتمين الهوية المغربية والرفع من إشعاع المنتوج المغربي، فإن ذلك لن يتأتى إلا بالحرص على الشديد على تقديم الأخبار ومقارعة الأفكار بطريقة موضوعية ونزيهة في إطار احترام مهنة الصحافة. فما هو تقييمكم لوتيرة عدد من إجراءات كاعتماد دفاتر تحملات وأشغال والاشتغال على العقود وغير ذلك من الإجراءات التي ربما لديكم؟ المسألة الثالثة أو الملاحظة الثانية، هناك تقارير ترصد العديد من التباطؤ في يتعلق في له علاقة بالمشهد الإعلامي المغربي واستمرار التدني في خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية بجميع مكوناته. فما هو أسباب هذا التدني وعدم التجاوب المرابع مع وسائل السمع البصري الإعلام المغربي لتتعلم في جهود الشركات أو ثلاثة؟ المسألة الرابعة، الإصلاح الحقيقي للإعلام يقتضي منا تحديد أي إعلام نريد. هذا جواب سؤال لابد أن نجيب للمغاربة وللمغربي وللمغربي ألفية الثالثة. نحن في حاجة إلى إعلام تعددي ومنفتح مع هامش واسع من حرية الإعلام ونطمح إلى مؤسسة العمل الإعلامي المهني. كيف وما هو الطريق إلى ذلك؟ لم نسمع إلى الآن ما هو الطريق إلى تحقيق هذا المزغة. المسألة الخامسة، إن مشروع الجهوية والنقاش الدائر حول مستجدات الدستور ومكانة الجهة داخل البناء المؤسساتي يجعلنا نطرح إشكالية الإعلام الجهوي ودوره في تقوية حق المشاركة. كيف تتصورون تحقيق هذا المبتغى وهذا المطمح؟ سادسا وأخيرا، إن بروز مجتمع قوي وصحافة مستقلة جريئة اخترقت هوامش لم يكن يجرأ أحد على الاقتراب منها سابقا تدعونا إلى طرح إشكالية تدبير الإعلام الجمعوي وطرحه، كما أن الانتقال الديمقراطي يطرح علينا سؤالا جوهريا حول حدود الصحافة الإلكترونية ويطرح مسألة حدود الحريات الصحفية في هذا المجال وحدود الاستقلالية كذلك، لأن هناك إشكال والذي نريده لصحافتنا. وأنتم تسهرون على ورش ضخم علمتم مؤخرا على شروع مسودة القانون الصحافة، ونتمنى أن تفيدنا حول هذه المعاينات التي يصرفها عليكم. شكرا. شكرا لكلمكم السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر السيد المستشار على مجموع الأسئلة التي طرحها. أولا، قضية الصحافة الإلكترونية نحن نتقدم تدريجيا في معالجة الإشكالات المرتبطة بها. أول شيء تحقق هو الاعتراف القانوني بها، وهذا يؤسس لتقنين هذا المجال. ثانيا، المشروع المدونة الصحف والنشر بأجزائها الثلاث هي بيد المهنيين، تم الجواب على الجزء الأول والثاني وهو الآن موضوع دراسة من أجل أن يتم استكمال مسطرة المصادقة. ثم ثانيا، المشروع الثاني نحن ننتظر الملاحظات والمقترحات، وهو مشروع وطني ويجسد بشكل كبير الطموحات التي ننتظرها وأعد بمقاربة تشاركية واسعة. العنصر الثالث ويهم دفتر التحملات على المستوى السمعي البصري. لغاية اليوم نتقدم خطوة خطوة في تنزيل المقتضيات. هنالك أمور تحققت، أقصد مثلا البرامج السياسية التي تم رفع وتيرتها، انعكس ذلك على تراجع مشاهدة المغاربة للقنوات الإخبارية الأجنبية، وفي نفس الوقت تعزز حضور المعارضة في البرامج السياسية، تضاعف حضورها بالمقارنة مع سنة 2011 على مستوى الساعات. في 2011 كانت 85 ساعة، في 2013 تجاوز الأمر 160 ساعة أو كان في حدود 160 ساعة.
ثانيا ايضا في مجال دفتر التحملات تم ارساء نظام طلبات العروض لغايه اليوم 40 شركه اللي استفدت من هذا النظام. نواجه اشكاليه الاحتكار، ولهذا انا كنتفهم المطالب ديال شركه الانتاج التي تطرح هذه القضيه، ووجهت مراسله للشركه الوطنيه لدعوه التلفزه على اساس ان يتم اقرار مقتضى كيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطه من حصه والمقاولات الجد الصغيره باش ما يبقاش عندنا الاحتكار وفقا للدستور وخاصه الفصل 36 منه. ايضا النقطه الثالثه عندنا في تنزيل دفتر التحملات هي ما يتعلق برفع جوده الخدمه العموميه. هناك مجهود يبذل خاصه على مستوى الانتاج الداخلي وبعض شركات الانتاج على المستوى الخارجي، لكن لغايه اليوم لم نصل الى المستوى المطلوب رغم المجهود المالي الاستثنائي. المعطيات التي يقع الترويج لها في بعض المنابر حاليا بعضها متقادم يعود لنهايه السنه الماضيه وبعضها غير صحيح، وانا هنا فضلت بمناسبه المناقشه ان اتي واسلم رئيس مجلس المستشارين نسخ قرارات التحويلات الماليه حتى انهي هذا الجدل. 343 مليون درهم خرجت من صندوق النهوض بمشهد السمعي البصري لفائده الشركه الوطنيه لاذاعه التلفزه. جزء منها نؤدي به الديون السابقه اللي كانت قبل مجيء الحكومه، وجزء منها ادينا به نقل كاس افريقيا، وجزء منها التزمنا بادائه رغم تراجع مداخيل الرسم بسبب دعم الفئات الفقيره. وهذه القرارات كاملة سأسلمها. مجموع ما استفادت منه الشركة الوطنية لإذاعة التلفزة من وزارة الاتصال ومن الصندوق ومن وزارة المالية بلغ 2.9 مليار درهم، وللأسف يقع ترويج معطيات إما متقدمة أو غير صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله، وكنسلم نسخ القرارات للسيد الرئيس. شكرا سيد المستشار. ما بقاش عندكم الوقت ديال التعقيب.